السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج جميل جدا اسمه Free Conference Call. البرنامج ده مجاني وسهل جدا استخدامه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. الميزة ان هو بيدعم العربي، فممكن تيجي هنا وتختار اللغة العربية، بس احنا هنخليها في الانجليزي مش مشكلة. هقول له جوجل، هدخل بالحساب بتاعي، هو بيقول لي نزل تطبيق مجاني او دعوة المشاركين او ذهاب لوحة التحكم الشخصي. طيب خلينا نسطر البرنامج. تمام، ممكن تسطب نسخة لإيدج او نسخة كروم او فاقول له سطب لي النسخة اللي هي اكس اي. وممكن تسطبه على الاندرويد بتاعك او الايفون من غير اي مشاكل خالص. وممكن تعمل انتجريشن مع جوجل كاليندر بحيث ان اي اجتماع هتعمله وتعمله سكادول، يعني لسه هيتعمل بعدين، تقدر انت تحطه على جوجل كاليندر تتشاركه مع الناس، وكذلك الاوتلوك، وكذلك تدمجه مع تطبيقات اخرى. في تطبيقات اخرى كتيره. هو بيعمل ميتنج، بيعمل مكالمات، يمكن المكالمات هي اللي ممكن تبقى فلوس، لكن الباقي كله مجاني. هنا مديني اختيارين هنشوفهم دلوقتي. تمام، تقدر نخليها بالعربي وبالانجليزي مش مشكلة. طيب انضمام يعني ايه؟ يعني في حد تاني هو اللي عامل الاجتماع وهيديني رقم، هبدأ انا اكتب الرقم ده هنا. تمام، هكتب الاسم بتاعي واكتب الايميل وبعد كده اكتب الرقم اللي هو اداهولي، واقول له تذكر حسابي على هذا الكمبيوتر عشان مش كل شويه يسالني. رجوع، انا بقى هبدا، فعندي اختيارين: استضافه او تحديد الموعد. استضافه يبقى انا هبدا انا اعمل الاجتماع وابدا ان انا اشوف الاعدادات والحاجات دي كلها. تمام، بيقول لي الاهتمام بالاعدادات الصوتيه للحاسب كذا، فبيقول لي الاختيارات، عايز فيديو، عايز تكتب الصوت، فبقول له انضم الاجتماع. كده لو تلاحظ ان الواجهه دي قريبه قوي من زوم. تقدر تعمل مغادره، تقدر تشوف التفضيلات، تقدر تعمل عرض للمتحدث النشط او لو في اكتر من حد بقى معانا في الاجتماع، لان انت الرابط هتبدا تشاركه مع الناس. طيب دي ردود الفعل، لو انت عايز تقول رفع اليد او اعجاب او عدم اعجاب او ضحك او الحاجات دي. دردشه لو انت عايز تتكلم مع حد. الحضور اهو ده انا، ممكن تيجي هنا وتقول له تبديل لمقدم العرض، النقل الى، ممكن يبقى فيه اكتر من غرفه. الدردشه هتبدا تناقش مع الناس، وهنا المشاركين هتبدا ان انت تضيف الناس لو انت عايز تقدر تعمل لهم بقى تكتم كل الاصوات مره واحده، وضع المحاضره يبقى واحد بس اللي بيتكلم والناس كلها بتسمع، تعمل تعليق لو في اي مشكله، تقدر تقسم لغرف زي ما انت عايز. ودعوه المشاركين هتلاقي الرابط موجود بحيث ان انت تقدر تبعته مع الناس. تمام، هتقول له نسخ الحافظه، وده الكود اهو، ممكن تشارك معاهم الكود دوت، يعني ممكن تبعت لهم الكود ده او تبعت لهم نسخ الحافظه. او دعوه بالبريد الالكتروني، تبدا بقى تبعت لهم دعوه بالايميل. تمام، ان فلان فلاني بيعزمكم على المحاضره يوم كذا، وتبدا تديهم الايميلات بتاعتك. تمام، هذه هي المعلومات بتاعت الاجتماع. فزي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط وكل حاجة. تسجيل لو انت عايز تبدأ تسجل المحاضرة، خلي بالك الحاجات دي المفروض انها بفلوس لو انت بتعملها بالبرامج التانية. ممكن تسمح لكل الناس انها تعمل مشاركة للشاشة او تقول سماح للحاضرين. هو هنا بيقول لي ان انت بدأت تسجل ووقفت التسجيل. تقدر تعمل دعوة للأصدقاء عشان ينضموا ليك او تجيبها من هنا مفيش مشكلة. هنا التفضيلات، الاسم والايميل واللغة وكل الحاجات ديت. في شورت كات مثلا لو انت عايز، الصفحة الشخصية بتاعتك، الصوت بيعمل تجربة، الهاتف ده لو انت عايز تتصل، الفيديو، اعداد الاجتماع مثلا، عدد المتصلين يبدأ تشوف في كام واحد، فممكن تقول كل الناس تبقى عارفة عدد المتصلين، عدد كام واحد موجود معانا. رمز الوظيفة عند الاتصال، الزر المضيف. تمام، ممكن تبدأ الناس كلها تدخل قبل الميعاد. تعال نشوف الميزة ان هو يبدأ الناس تدخل قبل الاجتماع.
صالة الاجتماع نفضل لا، ان يبقى في صالة اجتماع موجودة، بحيث ان انت تقدر تتحكم في مين اللي يقدر يدخل. يعني اي حد قبل ما يدخل بيقف شوية في صالة الاجتماع، وانت تتأكد ان ده انت عايز تدخله ولا لا. طب لو حصل مشكلة ان المضيف نفسه الهوست قفل، تبدأ المحاضرة تشتغل ولا بما ان هو خلاص خرج تتقفل قائمة المشاركين للمضيف بس الهوست، ولا الناس كلها تبقى شايفاها؟ جار التسجيل تجيب لك رسالة جار التسجيل للتشغيل ولا؟ السماح بفيديو الاجتماع ولا لا؟ طيب السماح للمشاركين بإرسال رسالة للمضيفين، أكيد طبعا. تمام، إرسال رسالة للمشاركين الآخرين، تمام. دي المفروض إن أنت تقفلها على أساس إيه، ما يبقاش بيبعتوا لبعض الرسائل وأنت عمال تشرح لنفسك. يعني المشاركة دردشة عامة ماشي، ممكن توقفها وتعملها. المضيفين دي بتبقى كويسة على أساس إن ممكن تكون في مشكلة، مثلا الشير مش شغال، حاجات زي كده، فتقدر إيه يبعتوا لك رسائل. الامان ممكن تعمل كلمه سر بحيث ان الناس قبل ما تدخل تطلبها او تكتبها لك. الاعدادات التحديثات لو في اي تحديث، احنا طبعا لسه مستقبلينه حالا، فمفيش تحديث هتلاقيه موجود. تمام، طيب ممكن تقفل الشاشتين دول، وخلينا نقفل دوت. من ضمن الاختيارات بقى تحديد موعد قبل الرابط اللي فيه التسجيل. ماشي، تحديد موعد يعني ايه؟ يعني انا مش هعمل ميتنج دلوقتي، انا ممكن اعمله مثلا بعد ساعه ساعتين، بعد اسبوع. بحدد ميعاد وببعت الرابط للناس بحيث ان في الميعاد ده يبداوا ان هم يدخلوا في الميتنج بتاعنا. طيب ده الموقع نفسه اهوت، في شويه مقارنه بين الفري كونفرنس كول ده بيسمح ل 1000 شخص، دي نسخه مجاني 1000 شخص. تمام، الجو تو ميتنج 50 شخص لمده 14 يوم. الزوم بيسمح ل 50 ل 100 شخص اعتقد، ده الاوديو كونفرنس. تمام، الفيديو كونفرنس 100 زي ما احنا عارفين، هنا 1000 شخص يعني قد 10 مرات. انا لما حاولت ازود من 100 ل 200 طلب فلوس كتيره جدا، يعني طلب ان انا اشتري 10 نسخ، فخلاص مفيش زوم تاني، هنشتغل ب فري كونفرنس كول. السكرين شيرنج مع 1000 شخص هنا 100. طيب التايم هنا 40 دقيقه في الزوم، هنا انليمتد. بص هنا ده فري 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 فري، هناك بقى في حاجات بفلوس وفي حاجات مش موجوده اصلا، انما هنا كل ده فري 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 فري. الاستورج هنا بفلوس، هنا بيديك جيجا مجاني. الفايل ابلود بفلوس، هنا لا هنا كله فري، هنا الحاجات التانيه بفلوس بفلوس بفلوس. تمام، فانا اتوقع ان هو ان شاء الله يكون كويس، هنجربه ان شاء الله في كام محاضره، واتمنى يكون أفضل ونعتمد عليه بإذن الله.